من بين المؤسسات التربوية العريقة بالمدينة التي لا تزال تؤدي دورها التعليمي إلى حد الآن نجد ثانوية بنزرجب الداخلية، متوسطة ابن خلدون، متوسطة جليخة حميد، وثانوية أحمد بن زكري المعروفة بالبوليفالونت، وهي الأكبر بتلمسان إذ تضم 1100 تلميذ. تستعد ولاية تلمسان وكغيرها من ولايات الوطن للدخول المدرسي المقبل، من حيث تحضير وتهيئة المنشآت التربوية من جهة، والتحضير البيداغوجي من جهة أخرى. إطار التحضير للدخول المدرسي 2024-2025 سطرت الولاية برنامج طموح فيما يخص إنجاز بعض المرافق المدرسية وكذلك لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، وذلك منذ سبتمبر 2023، حيث إلى غاية اليوم تم استلام عدد كبير من المؤسسات، وهذه المؤسسات موزعة عبر مختلف مناطق الولاية، خاصة المناطق الجبلية وخاصة أيضا المناطق الحدودية. من بين هذه المؤسسات التي تم استلامها والبعض في طول الاستلام، هناك 8 مجموعات مدرسية في طول الابتدائي، و63 قسم توسعة على مستوى الابتدائي أيضا، وكذلك إنجاز 68 مطعم مدرسي ليصل هذا العدد إلى 79 مطعم مدرسي في نهاية السنة. أول نقطة قمنا بزيارتها بالولاية كانت مدرسة مصطفى حسين في قرية شايبراسو دائرة مرسى بن مهيدي. شهدت المدرسة عمليات توسعة من خلال إضافة 3 أقسام جديدة إضافة للأقسام ال4 القديمة، ما سمح بالانتقال من نظام الدوام إلى النظام العادي. تضم المدرسة حوالي 120 تلميذا موزعين عبر مختلف السنوات التعليمية. كما شهدت المدرسة إعادة تهيئة وتأهيل المطعم، ما من شأنه الشروع منذ أول يوم من الدخول المدرسي في تقديم الوجبات الساخنة للتلاميذ. لقد شهدت المدرسة عملية توسعة 3 أقسام، كنا نخدموا بنظام الدوامين، أما الآن فسنضطرنا نخدموا نظام عادي. فيها حوالي 120 تلميذ، نقدموا وجبات ساخنة وتكون تقديم هذه الوجبات من أول يوم دراسي. تنقلنا إلى قرية صنابرة أين تتواجد المدرسة الابتدائية الشهيد منور بختاوي التي تتميز بحلتها البهية رغم صغر مساحتها. في إطار برنامج تهيئة المؤسسات التربوية، استفادت المدرسة من أشغال ترميم وتأهيل بجميع المرافق المتواجدة بها. تضم المدرسة 4 أقسام دراسية إضافة إلى توفرها على مطعم يوفر وجبات ساخنة للتلاميذ. كما تتوسط المدرسة ساحة، وهي عبارة عن ملعب مغطى بالعشب الاصطناعي لممارسة الرياضة ومادة التربية البدنية. الشيء المميز لهذه المدرسة هو حلتها البهية التي تضفي راحة على نفسية التلميذ والأستاذ على حد سواء، ما يسهم بشكل أو بآخر في تحسين جودة التحصيل العلمي. تضم المدرسة 280 تلميذا مقسمين على 8 أقسام دراسية. كما تتوفر المؤسسة على مطعم وساحة معشوشبة اصطناعيا، إضافة إلى مختلف المرافق الضرورية الأخرى لعملية التمدرس. بلدية مرسى بن مهيدي عندنا 7 مدارس ابتدائية ثانوية، وبالإضافة إلى المتوسطة كز العربي التي هي في تقريبا الأشغال بها راهي 96% إذا ما وتكون جاهزة للدخول المدرسي 2024-2025. بالنسبة لبلدية مسير ديال الفواقع عندنا 5 مدارس ابتدائية تتربع على 5 مدارس ابتدائية، 2 متوسطات. السيد والي الولاية الذي أعطى تعليمات صارمة في هذا الموضوع بالنسبة لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية واستقبال تلاميذ توعنا في أريحية. قامت باشرة البلديات في إعداد وتأهيل المدارس الابتدائية، تم تخصيص مبالغ هامة جدا بالنسبة لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية، المطاعم المدرسية. إضافة إلى ما سبق ذكره، تعرف دائرة مرسى بن مهيدي إنجاز بعض المنشآت التربوية الجديدة على غرار متوسطة كز العربي. تضم المتوسطة 16 قسماً وملعباً لممارسة الرياضة، وتبلغ نسبة الإنجاز بها 97%، حيث ينتظر دخولها حيز الخدمة مع الدخول المدرسي. تم استلام إلى حد الآن 4 متوسطات موزعة عبر خط مختلف مناطق الولاية، خاصة في المناطق الحدودية، 3 نصف داخليات و12 قسم التوسعة. أما في الثانوي فنرتقي باستلام 4 ثانويات، 3 ثانويات سوف نستلمها في النصف الأول من شهر سبتمبر، والثانوية الرابعة سيتم استلامها في أول أبناء المنطقة. كما توفر المؤسسة خدمة النقل المدرسي، وهو ما يسهل على المتمدرسين عملية التنقل من البيت إلى المدرسة ذهابا وإيابا. تتوزع القرى وتنتشر عبر إقليم البلدية، ما يستدعي تواجد المؤسسات التربوية لضمان تمدرس أبناء المنطقة. قرية سيدعلي بن زمرة يتواجد بها مشروع إنجاز مدرسة الشهيد بالمير مختار، والتي من المنتظر أن يتمدرس بها 144 تلميذا. تحتوي المدرسة على 7 أقسام دراسية، كما تضمن خدمتي الإطعام والنقل المدرسي، إضافة إلى بعض المرافق الأخرى. نحن الآن متواجدون بالمدرسة الابتدائية الشهيد بالمير مختار بقرية سيدي علي بن زمرة. المدرسة تحتوي على 7 أقسام تضم 144 تلميذ، والذي قمنا بتوفير بخدمة النقل المدرسي، أيضا توفير الإطعام المدرسي بوجبة ساخنة لجميع التلاميذ المتمدرسين. كما استفادت المدرسة بألواح إلكترونية كنموذج عن باقي المدارس الابتدائية المتواجدة على مستوى البلدية. كما نحرص على بذل المجهود الكاملة لتوفير ظروف التمدرس الجيد. وها هي اليوم تنعم بالأمن والأمان، وتستعد لاستقبال الدخول المدرسي كغيرها من قرى ومداشر الولاية. تمت إعادة تهيئة وتأهيل هذه المدرسة الابتدائية التي تضم 3 أقسام وتوفر خدمة الإطعام، ومن المنتظر أن تدخل حيز الخدمة مع بداية الموسم الدراسي. إلى يومنا هذا، مثلا فيما يخص الإطعام المدرسي تنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، سنرتقب باستلام 68 مطعم مدرسي في الابتدائي لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ من حيث النقل ومن حيث الإطعام وكذلك من حيث التدفئة. إذن هذه تدخل في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية. في المتوسط نفس الشيء، هناك استلام بعض نصف الداخليات وكذلك في الثانوي. كل هذا يدخل في إطار تحسين ظروف تمدرس التلاميذ على مستوى المناطق الجبلية والمناطق السهبية في جنوب الولاية وكذلك المناطق الحدودية. إلى قرية العمري بن عامر، أين تتواجد مدرسة بن محمد الحسن. تضم هذه المدرسة 165 تلميذا وتلميذة موزعين عبر 9 أقسام دراسية. استفادت المؤسسة من أشغال التهيئة شملت ساحة المدرسة، إضافة إلى تخصيص مطعم جديد يوفر وجبات ساخنة للتلاميذ. وعلى نفس النهج سارت مدرسة مصطفى رويقب، التي استفادت من أشغال تهيئة الساحة وتوسيعة المطعم لتحسين خدمات الإطعام المدرسي. كما استفادت المؤسسة من قسمين إضافيين ليتسع عدد المسجلين في قوائم المدرسة إلى 210 تلاميذ عبر جميع السنوات الدراسية. قمنا بتهيئة جميع المدارس بدينا توسيع 3 أقسام. مدرسة عبد القادر بن خالد في ولاد بخالد قرية ولاد بخالد درنا 3 أقسام توسيعة وتهيئ للساحة بالعشب الاصطناعي وتجهيز تهيئة جناح إداري ومطعم جديد. في المدرسة الشيف ليو تاع عيل الكبيرة قمنا بتهيئة قسمين توسيعة وساحة للأطفال، ورانا مدينا لودياس نتاع مشروع نتاع توسعة المطعم المدرسي. في القرية نتاع الحمري بن عامر مدرسة بن محمد الحسن قمنا بتوسعة المطعم اللي كان مطعم يشهد ازدحام كبير، كنا نوكلو حتى ل3 فاك، الحمد لله ربي وفقنا ودرنا مطعم جديد. ورانا في عندنا اشغال راه على قرابة الانتهاء تهيئ الساحة للساحة الخارجية، ووفقنا ربي وحلينا مدرسة بقرية الحصحاص كانت مغلوقة في الحقبة السوداء، وربي وفقنا وغادي برمجناها في الخريطة المدرسية للدخول المدرسي ل 2024-2025. بلدية المنصورة وتحديدا بحي عدل واد بوجميل أنشئت هذه المؤسسة التربوية، هي مدرسة ابتدائية تضم في سجلاتها 480 تلميذا موزعين عبر 12 قسما دراسيا. إضافة إلى كل هذه المشاريع المتعلقة بالمؤسسات التربوية التي ستدخل الخدمة مع هذا الدخول المدرسي، تسجل ولاية تلمسان 7 مشاريع لإنجاز مؤسسات تربوية أخرى في جميع الأطوار التعليمية الابتدائية المتوسطة والثانوية على أن تدخل الخدمة خلال الموسم الدراسي 2025-2026. منذ 15 من شهر أوت قامت الجهات المعنية بافتتاح فضاءات تجارية لبيع الأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ، وهو الأمر الذي استحسنه الأولياء المقبلين على هذه المساحات لاقتناء مستلزمات التمدرس للأبناء. تميزت هذه الفضاءات بتوفيرها أنواع عديدة من المستلزمات مختلفة الأسعار والأنواع، وذلك لتلبية القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع. بالنسبة للأدوات المدرسية وبمناسبة الدخول المدرسي، بالنسبة للأسعار فهي في متناول الجميع، وحتى هي في غاية الجودة والأناقة، ونتمنى لجميع ناس تلمسان واللي عندهم اولادهم متمدرسين مرحبا بهم ويجوا هنايا يشروا الادوات، ونأكد انها في متناول الجميع. بالنسبه لي انا دخلت شفت هنا في معرض الثقافه لولايه تلمسان، الاسعار معقوله، ننصحهم انهم يشوفوا يطلعوا، خاصه هذا كما نقولوا الادوات خاصه بالتعليم خاصه بولادهم، لازم يشوفوا كما نقولوا كاين ادوات اللي تكون ادوات تكون كما انا دروك لقيت ما حافظ عجبتني. المعرض والله غير متوفر على كل احتياجات الدخول المدرسي، فيه ادوات مدرسيه وفيه كتب في جميع الأطوار وبثمن معقول، يعني بسعر معقول، يعني اللي حب يجي راه في متناول الجميع. كما تم من جهة أخرى تخصيص نقاط بيع للكتب المدرسية لمختلف المواد والأطوار الدراسية. يأتي هذا الإجراء لتمكين الأولياء من الحصول على الكتب المدرسية قبل موعد الدخول المدرسي من أجل مرونة أكثر في هذه العملية. احنا العام الثالث على التوالي في دار الثقافة عبد القادر على الأولى، كاين إقبال على الكتب المدرسية، الكتب المدرسية راها متوفرة من الطور التحضيري إلى الطور النهائي، بالإضافة إلى حزمة الأوراق وإلى كاين متوفرين لي زانار. الأسعار في متناول الجميع، رغم الارتفاع الورق إلا أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية حاول قدر الإمكان باش ما يكونش تغيير في الأسعار. حلينا لفترة ممتدة من 15 أوت إلى غاية 30 سبتمبر إن شاء الله. مرافق إن شاء الله سوف نعرف يعني تحسن في التحصيل المدرسي وكذلك في تحسن في نتائج آخر السنة. هذه السنه هذه 2023 2024 عرفت نتائج البكالوريا قفزا نوعيه حيث مرت نسبه النجاح في البكالوريا من 48 الى 58%. هذه تعتبر يعني قفزه نوعيه بالنسبه لنا كسلطات ولائيه بالتنسيق مع الاسره التربويه بصفه عامه. الهدف أن في امتحانات آخر سنة 2025 إن شاء الله فيما يخص امتحان البكالوريا نتجاوز نسبة 60% كيعني هدف سطرناه لهذه السنة، ونفس الشيء بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، خاصة بعد استلام هذه كل هذه المرافق والمرافق التي نرتقي باستلامها في الدخول المدرسي 2025-2026. برنامج طموح الهدف منه كما قلت هو تحسين ظروف مدرسة التلاميذ، تحسين التحصيل العلمي، وبالتالي تحسين النتائج في آخر سنة. الاستعدادات المكثفة للدخول المدرسي تعكس التزام الدولة بضمان بداية ناجحة وآمنة للموسم الدراسي، من تجهيز المدارس إلى توفير الأدوات والكتب المدرسية. جهود كبيرة تبذل لضمان جاهزية المنظومة التربوية، ويبقى الهدف الأساسي هو توفير بيئة تعليمية تساعد التلاميذ على تحقيق تحصيل علمي نوعي ومتميز.